السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة انا هتكلم عن الساعة الجي شوك اللي هي جي دي 100. الساعة دي ملقبة باسم الميليتري ووتش، اللي هي الساعة الجيش او الساعة يعني القوية قوي، يعني مدام بتقول ميليتري ووتش يعني بتستحمل اللي هي المقاييس بتاعت الجيش، الطينة، التراب، العفرة، الخبط وكده. الساعة دي للي بيحب الساعات الديجيتال، انا بصراحة ما كنتش بحب ساعات ديجيتال، بس لما لبس الساعة دي، الساعة دي تحفة يا جماعة. الساعة دي ومعايا الفيرجن التاني بتاعها، بتاع اللي هو جي دي 120، جي دي 120. ساعة محترمة قوي. الساعة الديسبلاي اللي فيها اللي هو المينتس والاور والسكندز، اللي هو الدقايق والساعات والثواني، وفوق على الشمال اللي هو الوينس داي اللي هو يوم الاربعاء، و 4/12 اللي هو اليوم في السنه. فيها فول كالندر اللي هي التقويم كله. الساعه فيها باك لايت تحفه قوي، انا بحط لكم صوره حتى على الباك لايت بتاعها. الساعه مقاس 55. السكنس بتاعها، التخانه بتاعت الساعة 17.6، 17 ملي. دي اكبر، دي اسمك شوية من الجي اي 100. الجي اي 100 16 ملي. الساعة فيها مينرال جلاس. المينرال جلاس ده يا جماعة، اللي ما يعرفش المينرال، الفرق ما بين المينرال والسافاير، سافاير اقوى شوية. اما المينرال جلاس بيبقى مصنوع من مادة السيليكا. السيليكا دي اعتقد من مادة من الرمل. السيليكا دي من ماده من الرمل، بتبقى متسخنه ودي بتستحمل الضغط وبتبقى انتي سكراتش، وبيبقى عليها طبقه من السابفاير المصنع، طبقه من السابفاير مصنع. اللي يعرفش يا جماعه السابفاير، السابفاير ده بيبقى ياقوت ازرق، بتبقى ياقوت ازرق زفير، اللي يقول لك عليه زفيره او زفير، بتبقى طبقه من الياقوت بس بتبقى مصنعه، بتبقى ضد، ثواني كده، بتبقى ضد الخدش، او مش ضد الخدش، اسمها مقاومه للخدش، عشان في عشان بيبقى يعني مفيش حاجه اسمها ضد الخدش، عشان انا ممكن اجيب مسمار قوي جدا واروح خبطه فيها واخربشها. ساعه فعلا محترمه. الساعه كمان الباتونز بتاعتها او الزراير بتاعتها كبيره مش صغيره. الساعه الملمس بتاعها تحفه. الساعة دي مط، مش 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 بولش، مط يعني اللي هو براشد مش بولش، بس طبعا براشد والبولش دي بتتقال على الساعات الاستانلس، هي مط في نوع منها كده بيبقى بولش. الساعة اختراع يا جماعة، الساعة بصراحة تحفة جدا. الساعة ضد المية، 200 متر ضد المية. الساعة يعني 600 قدم، 200 متر يعني 600 قدم. الساعة بصراحة يا جماعة ساعة تحفة. أنا كنت بستخدمها كنت بستخدمها كمان بنزل مية عادي، مفيش فرق. الساعة بصراحة يا جماعة أنا استخدمتها، ومعايا الجي اي 100 ومعايا الجي دي 120. لا فعلا بصراحة ساعة محترمة أوي، ساعة كمان كبيرة 55. الساعة دي يا جماعة على فكرة مقاس 55، انت لو لبست الساعة ستلس مقاس 155 انت هتلاقيها كبيرة جدا جدا جدا. انا معايا اللي هي الجي شوك، اللي هي الجي ستيل، مقاس 60، كبيرة قوي يا جماعة. الساعة دي لا، هي كبيرة، هي مقاس 55. لو انت سمعت مقاس 55 هتلاقيها كبيرة، لكن في الحقيقة هي مش كده خالص، هي ساعة فعلا فعلا محترمة. يعني بصوا الساعة فعلا انا لابسها كمان على قميص بكم. يعني بصراحة ساعة محترمة محترمة. الساعة كمان في الخبطات معمولة كمان مادة اسمها ريزن. ريزن دي مادة زي كاوتش كده، بس طبعا اقوى بمراحل، لان التقليد بتاعها محدش عارف يقلده، لان انا شفت ساعات كوبي كتير قوي من جي شوك، محدش عارف يقلد الساعة دي، يعني يقلد المادة دي، لانها مادة زي كاوتش لكن بتستحمل الضغط قوي وبتستحمل الحرارة جدا، لدرجة انها حطيتها في مية بتغلي ما حصلهاش حاجة. الساعة فعلا فعلا في قمة الاحترام. وكمان ال هي بس اللي انا ما بحبوش في الساعه دي، القفل بتاعها. بص بيعمل الشكل ده كده،
اللي هي يعني الحته اللي خارجه بره دي، كل شويه اقعد اضغط عليها عشان تتفرد. هي دي بس. لكن هي القفل بتاعها كويس يعني، يعني مثلا لو هو مثلا غيروا القفل مثلا وخلوه زي القفل، لو في مثلا ينفع تعديل فيها وعدل مثلا فيها ونجيب القفل مثلا زي بتاع الجي اي 700 او الجي اي 400 هيبقى كويس. القفل بتاعهم قوي وما بيخرجش يعني، مش بيخرج بالخارجه اللي احنا شايفينها دي اللي هو الفراغ ده. ده بيضايقني انا، ممكن مع الناس تانية عادي مش هتحس بالموضوع ده خالص. القفل بتاعها كلاس اسمه تانج، تانج كلاس بتانج. بس كده. فيها طبعا فيها كرونوجراف، فيها ستوب ووتش، فيها تايمر، فيها ديت ودي وديت، فيها اللي هي الساعة العادية، فيها الورلد وايد اللي هي التوقيت العالمي، فيها كذا حاجة. بس فعلا فعلا ساعة يا جماعة فعلا تستحق الاقتناء. الساعة دي يا جماعة سعرها انا لقيتها على الجري ماركت او اللي هي زوما شوب، يعني من ضمن المواقع، على زوما شوب لقيتها ب$60، ب$60، وفي كمان بتتباع على المواقع التانية ب$60 و$70. هي في الرينج ده فعلا، اخرها خالص $80، مش غالية خالص. لكن هنا في مصر عاملة 3000 ونص، وعلى حسب طبعا البرنت وعلى حسب الموديلات. ده الموديل الستاندرد خالص، ده بيقولوا عليه الساعة الميليتري ووتش. وبصراحة انا مبسوط اللي هي بيقولوا عليها ميليتري ووتش. ليه؟ لان الميليتري بيبقوا عايزين ساعة، اولا الباك لايت بتاعها كويس، الباك لايت كويس. لان انت لو شغلت الباك لايت، ثواني هو مش جاي هنا قوي، لكن اهو ثواني. الباك لايت يا جماعه بالليل بيبقى كويس قوي. لو انت مثلا جبت ساعه زي الجي اي 100، الجي اي 100 ما فيهاش باك لايت، فيها اللي هو النور العادي الليد العادي، فبيضرب النور ده على العقارب. فانت لا، في الميلتري، او انت لو شفت اي فيلم مثلا فيه تاكتيكال ووتشز او اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى فيها يعني ايه، فيها جيش وفيها طينه وفيها حركه، تلاقي على طول بيلبس ساعه ديجيتال، ويبقى فيها على طول باك لايت بقى لونه اخضر او وات ايفر، بس بيبقى اغلبيتها بتبقى ديجيتال. هي دي الفكره. وكمان الساعه كبيره، الساعه كمان ضد الطينه، ضد الميه، ضد العفره. ساعه فعلا ميليتري ووتش، هم بيقولوا عليها كده ميليتري ووتش جي دي 100. بس طبعا يا جماعه ما تنسوش طبعا وانتم بتتفرجوا على الفيديو تعملوا لايك وتعملوا كومنت لو الفيديو مثلا في حاجه مش عاجباكوا، او لو في حاجه عجبكوا تقولوها لي عليها. وما تنساش طبعا تعمل شير للناس اللي بتحب تتفرج على جي على الـ على الـ على الساعات، وبتبقى مثلا عايزه تشتري ساعه وبتبقى قلقانه. اهو يا جماعه الفيديو اهو. واتمنى طبعا ما تنساش تعمل لايك، تعمل كومنت، تعمل شير للفيديو، وما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب. اوعى تنسى تعمل سبسكرايب. شكرا جدا لكم يا جماعه. كان معكم محمد تحسين من قناه سير شاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.